تتابع مملكة البحرين تطورات الأحداث في جمهورية العراق الشقيقة والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة وشجبتها المملكة فيما سبق مؤكدة ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتشدد مملكة البحرين على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من اهميه حيويه واستراتيجيه للعالم باسره